دايما بنسمع عن هوليوود سمايل، وسمعنا حكايات ما قال مالك في الخمر. لا ناس تقول لك هوليوود سمايل دي عبارة عن سنابون، حاجة بتتركب وبتتشال البلاستيك دي. ناس تقول لك لا أصل هوليوود سمايل دي هي القشرة التجميلية. ناس تقول لك هوليوود سمايل دي، وكله بيتكلم. الحقيقة احنا النهاردة في الحلقة دي مش جايين بس نتكلم، مش جايين نقول أصله، لا احنا جايين نوري، جايين نعرف يعني ايه هوليوود سمايل. دايما الكونسبت الانجليزي اللي بيقول لك seeing is believing. seeing is believing. انا النهاردة عشان اصدق حاجة او عشان افهم حاجة انا لازم اشوفها بعناية علشان اقتنع ان هي موجودة وان هي حقيقية. معانا النهاردة حالة عايزين نعمل لها هوليوود سمايل. هوليوود سمايل هي عبارة عن مجموعة من التخصصات. مفيش حاجة برضو، دايما انا قلتها يمكن كذا مرة، مفيش حاجة اسمها اخصائي تجميل، مفيش حاجة اسمها ان انا بتاع تجميل، لا مفيش حاجة اسمها كده. بتاع التجميل هو عبارة عن في السنان غير بشري. التجميل في السنان هو قسم علاج لسة، هو قسم تركيبات ثابتة، هو قسم الجراحة اللي هو الزراعة. كل ما هو محتاجه من عمال اللي هم الدكاترة يعني اللي بيشتغلوا في التخصصات بتاعتهم علشان يعمل لي الابتسامة بتاعت هوليوود او الابتسامة المثالية. الجولدن ستاندرد او المقاييس العالمية الذهبية للابتسامة هي ان يبقى لما المريض بيضحك اسنانه العلوية باينة، جزء بسيط من اسنانه السفلية باينة، يبقى عنده اللسة مش باينة او باين رم رفيع جدا فوق القواطع الجانبية، فوق القواطع اللي في النص، وفوق الانياب تقريبا ما يبقاش باين اي جزء من اللسة، ويبقى في سيمترية ما بين الجزء من الاسنان واللسة اللي باين في ناحية اليمين قد الجزء من الاسنان واللسة اللي باين في ناحية الشمال. هو ده اللي بنسميه المقاييس القياسية لهوليوود سمايل. بيبقى برضو عندي الاسنان فيها درجة من التحدب او الدائرية على حسب شكل الوش وعلى حسب نوع الشخص. يعني في الفيميلز او في الستات بيبقى في درجة من الدائرية في حواف الاسنان، في الرجالة بيبقى في درجة من التحدب. في السن كل ما انا عايز اعبر عن مرحلة سنية معينة بحط زوايا قايمة اكتر في الاسنان، واحط شكل تعرجات سطحية في الاسنان اكتر. كل ما الاسنان بتبقى ملساء بيبقى معنى ذلك ان المرحلة العمرية اكبر شوية. في الحجم، ان حجم القاطع اللي في النص بيبقى اكبر من القاطع اللي جنبه، والناب اللي بيبان منه في الابتسامة لان هو بيبقى لافف بيبقى ليه حجم معين. كل دي بارامترز، كل دي مقاييس قياسية في الابتسامة المثالية. المهم قوي ان احنا اول حاجة بنعملها بنبتدي نعمل زي بروفا او زي تشكيل للمنطقة اللي هتبان كلها اثناء الضحك. نصمم الضحكة بالكامل مش الاسنان. في ناس بتتخيل ان تصميم الابتسامة هو عبارة عن تصميم الاسنان، ده مش صحيح. احيانا لما بنيجي نشتغل نلاقي لسة باينة بزيادة، فنبتدي ان احنا نعمل دلوقتي بنسميه الابليجن او تبخير اللسة بالليزر. ما عادش قطع، ما عادش مشرط، ما عادش ليزر عادي، بقى عندي حاجة اسمها البلو ليزر. البلو ليزر بقدر اعمل فيه تبخير للسة، حاجة لمبة بتمشي بتبخر الانسجة، المريض ما بيحسش بحاجة، في ثواني معدودة بنشكل اللسة بتاعته، لا في نزيف ولا في وجع ولا في اي حاجة ولا في الحرقان اللي كان بيحصل كمان بعد الليزر العادي ولا الكلام ده كله. فاصبح مصطلح جديد عندنا اسمه تبخير الانسجة بالليزر، وده من احدث التكنولوجيات او التكنولوجيا اللي موجودة في علاج اللسة دلوقتي. ببتدي اشكل اللسة طبقا للمقاييس القياسية، بعد كده نبتدي نعالج الاسنان. نعالج الاسنان في ثلاث حاجات، في اللون، في الشكل، في الحجم. يعني اللون لو لونها مش مظبوط نبتدي نعدله، نعمل اللون المناسب للون البشرة واللون بياض العين والمناسب للمنطقة المكانية الخاصة بالناس دي. يعني مثلا الاوروبيين غير اللي في الخليج غير اللي في مصر، كل منطقة ليها لون مميز للاسنان بيبان طبيعي عندهم ومتعودة العين عليه في
العرقي او التميز العرقي اللي ما بين الاشخاص وبعضيه. في الحجم ما يبقاش فيه فراغات، ويبقى الطول بتاعها مناسب لي في الفك العلوي، يبقى ماشي مع محيط الشفة السفلية في الاتجاه، بحيث ان هي لا تبقى بطلع على البرة جدا، تبقى باينة اثناء المريض ما بيضحك بشكل معين ببروز معين، لا تطلع لبرة جدا تعمل ضم، ولا تخش لجوه تعمل لي تجاعيد وتديني شكل كبير في السن. الحالة اللي معانا ابتدينا عملنا اول حاجة فيها ان احنا عملنا تشكيل النسب الليزر، كان عندي في فراغ في ناحية اليمين، عملناه اعادة لتقسيم المقاسات وحجم الاسنان بحيث ان احنا نقفل الفراغ ده، وفي فراغ كان في الناحية التانية عملنا له زراعة فورية من غير جراحة من غير اي حاجة، وعملنا لها تحميل مباشر. المريض جه كان الحقيقة جاي ما كانش بالحالة اللي احنا شايفينها دي، عندي ارتفاعات اللثة مختلفة في كذا حتة، عندي جزء من اللثة بيبان في ناحية اكتر من الناحية التانية، عندي في لون الاسنان مش كويس، شكل الاسنان مش كويس، موجود فراغات. نمرة واحد تبخير اللثة بالليزر، نمرة اتنين عمل تحضير للاسنان، زراعة مناطق الفراغات، بعد كده بنقعد على الكمبيوتر نعمل تصميم للاسنان من حيث الشكل والاتجاه واللون، بحيث نكمل المنطقة ونقفل الدنيا بشكل مظبوط علشان نوصل لابتسامة هوليوود المثالية. عرفنا يعني ايه ابتسامة هوليوود، وعرفنا يعني ايه اللي احنا عايزين نفهمه في ابتسامة هوليوود، علشان خاطر ما نقعدش نسمع لكلام مجرد ناس بتقوله علشان تسوق. لا، احنا بنعلم وبنعالج، مش بس بنقول تسويق وخلاص. شكرا ليكم، ودايما معاكم في شايني وقت.